يا شباب أخلص النية لله تعالى، نريد أن نبدأ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لا بد لحصول الثواب من الله عز وجل من النية الحسنة، وهي أن تنوي بعملك الطاعة، أن تنوي بعملك الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا بثلاثة شرائط. الأول الإيمان، لأن الإيمان بالله ورسوله شرط أساسي لقبول الأعمال الصالحة. الأمر الثاني وهو أن يكون عملك موافقا للشريعة، والأمر الثالث النية الحسنة، أن تنوي بعملك الطاعة بعملك الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فإن نويت أن يمدحك الناس لا ثواب لك في عملك هذا، وإن نويت الأجر من الله ومدح الناس لك كذلك لا ثواب لك عند الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. نعم، لذلك لا تنسى النية الحسنة عند زيارة المريض، لا تنسى النية الحسنة في بر الوالدين، لا تنسى النية الحسنة في خدمة إخوانك المسلمين، لا تنسى النية الحسنة عند اشتغالك بأي عمل من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. فقد قال بعض العلماء: بالنية تتميز العادة عن العبادة، حتى بأكلك وشربك إذا نويت التقوي على طاعة الله يكون لك ثواب عند الله عز وجل، حتى بإنفاقك على زوجتك وأولادك بنية حسنة، لا لأن يقال عنك إنك توسع على أهلك في المال أو في المعيشة، لا، بل تقول في نفسك: الله تعالى أمرني بالإنفاق على الزوجة فأنا أفعل ذلك لأن الله تعالى أمرني بذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة التي تجعلها في امرأتك، أي حتى إذا أطعمت زوجتك لقمة بنية حسنة، هذا العمل الخفيف لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. فأكثروا من الأعمال الصالحة بنية حسنة لله تعالى.